سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا بكم ضمن موعدنا المتجدد والمتعلق بالاطلاع على الصحف الصادرة هذا الصباح. وفي مستهلها نستطلع معا الصحف الجزائرية التي نبدأ قراءتها بصحيفة الخبر. صحيفة الخبر اليومية عنونت صفحتها الأولى بيئو يحيى يحذر من الذهاب إلى لفامي، وسلال يقول لن نلجأ إليه، المديونية الخارجية على الأبواب، سلال يعطي موافقة الحكومة تحويل محلات الرئيس إلى مدارس، المواجهة ستكون اليوم أمام مقر الوزارة، إضراب ممارسي الصحة العمومية يدخل يومه الثاني والنقابة تتوعد. نتحول إلى قراءة عناوين المشوار السياسي التي أشارت في صفحتها الأولى إلى الانتخابات الفرنسية وأبرزتها في عنوانها، وقالت في حال وصوله إلى قصر الإليزي هل سيفي ماكرون بوعده للجزائريين؟ في أعلى الصفحة الأولى نقرأ لتخفيض الأسعار وكسر جشع التجار أسواق الرحمة في شهر رمضان، دفع مستحقات المقاولين الأسبوع المقبل، وهو تصريح لتبون يؤكد أن بناء السكنات يعتمد بشكل كلي على الصناعة المحلية. نتحول إلى الاطلاع على صحيفة الوسط التي عنونت صفحتها الأولى عدم استغلال قاعات التجمعات في الحملة كارثة، وهو تصريح إلى عبد الوهاب يعود إلى عبد الوهاب دربال الذي دعا المترشحين إلى ضرورة احترام القانون. جمال ولد عباس الجبهة ستسلم الحكم للأيدي الأمينة فقط، لا تفريط في المرجعية النوفمبرية. في الصفحة الأولى لصحيفة المقام نقرأ الأحزاب تتجاهل 57% من حصصها الإشهارية الإذاعية، دربال يدعو لتدارك النقائص بعد وقوفه على فجوات قانونية. نتحول إلى صحيفة اللقاء التي عنونت صفحتها الأولى هددوا بالتصعيد إذا لم تستجب الوصاية لمطالبه، 12,000 طبيب وجراح أسنان يدخلون في إضراب. إلى غاية أمس الاثنين هيئة دربال تسجل أكثر من 300 إخطار. في الصفحة الأولى لصحيفة الحوار نقرأ يتحدث في كل خرجاته عن مستقبل البلاد وبرنامجه المنقذ لها، حملة يحيى تتساءل الحوار هل هي تشريعية أم رئاسية. في أعلى الصفحة الأولى نقرأ سلال يوجه رسالة للشعب، التشريعيات منعرج حاسم وتحول سياسي كبير. الخاسرون في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية يدعمون ماكرون. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في لوسوار دالجيري عن إضراب الأطباء، أطباء الصحة العمومية العودة إلى الإضراب، وحملة للمشاركة في التشريعيات، سلال يسرع من الوتيرة. هذه إذن أبرز الملفات التي أوردتها الصحف الجزائرية الصادرة هذا الصباح، وفي مستهلها مشاهدينا ربما تكونون قد استمعتم معنا وقد تابعتم معنا الملفين البارزين في الصحافة الجزائرية، ويتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية الجزائرية وبالانتخابات الرئاسية الفرنسية ودورها الأول. في البداية وينضم إلينا من الجزائر الخبير الاستراتيجي الأستاذ الدكتور إسماعيل معراف. بعد ترحيبي بك دكتور إسماعيل، كيف تقرأ زيارات سلال المتزامنة مع الحملة الانتخابية؟ هل يهتم سلال بالحملة الانتخابية دون إعلان ذلك للمواطنين؟ شكرا وتحية لكل مشاهدي القناة المغاربية. أنا افترض رأيي بأن زيارات سلال ونزول الميدان في الكثير من الولايات هي زيارات اضطرارية استدراكية نظرا لضعف الحملة الانتخابية، وأيضا شعور السلطة بأن الجزائريين لا يكترثون لهذه الانتخابات، ممكن أن تكون هناك نسبة المقاطعة. هذا ربما أول قراءة. الأخرى هي أن تقريبا هناك فراغ سياسي موجود بالنسبة للجزائر، وهناك أيضا نوع من المشاكل التي طرحت الآن حول الانسداد الموجود بعدم وجود الرئيس،
وكثرت الآن ربما الإشاعات التي تداول من هنا ومن هناك، وبالتالي أن تقريبا نزول شلال إلى الميدان يعطي انطباع بأن النظام موجود وأن الدولة موجودة بمؤسساتها إلى غير ذلك، ولكن بالنهاية في رأيي بأنه هي شطحات لا تخرج عن سابقاتها عندما كانت هناك الانتخابات لإعطاء نوع من المصداقية ونوع من الحرارة لهذا الانتخابات، لا سيما أن الحملة الانتخابية لغاية الآن لم تقنع الجزائريين ولم تكن أيضا بالمستوى المطلوب لهذا الحملة معرف. بغض النظر عن إقناع الحملة للجزائريين وعدم قدرتها على استقطاب العديد من الناخبين أو من المواطنين، يقوم سلال بزيارات ميدانية أدخلها البعض وفسرتها كثير من وسائل الإعلام على أساس أنها تدعم الحملة الانتخابية للمشاركة للرفع من المشاركة. يقوم أحمد أويحيى بحملة تشريعية تشكك بعض الصحف مثل ما ورد في الحوار إلى أنها حملة رئاسية، ثم يختفي الحديث عن رئيس الجمهورية تماما من شعارات هذه الحملة. هل يعد بالنسبة لكم هذا الأمر معقول يعني في ظل هذه الحملة الانتخابية؟ أنا في رأيي أنه غير معقول بتاتا، لأن اليوم الكل يعرف بأن الانتخابات التشريعية في الجزائر ليس إلا تسلية مثل ما وصفتها أحد المخابر الأمريكية، وأنها أيضا نوع من البروفا التي يريد أن يقدمها النظام لإسكات الشعب وإلهائه. انتخابات شرعية بالنسبة للسلطة لا تعني شيء، لأن بالنسبة حتى للقائمون على شؤون البلد العلبة السوداء لا تنظر إلى الانتخابات بالنظرة التي ربما موجود نظم وأيضا دول تتميز بنوع من العقلانية في الأداء السياسي والديمقراطي بالاحترام هذا الانتخابات. وبالتالي انه تقريبا مثل ما قلت لك بان يمكن المشهد السياسي في الجزائر مشهد مشروخ جدا، الرئيس مش موجود، تبرير غياب الرئيس اصبح نوعا ما صعب، لان تقريبا كل الجهود التي كانت تقدم والشخصيات التي كانت ترشى من اجل ان تظهر مع الرئيس الى غد اصبح الان صعب من ربما تقديمها بالنسبة للمشاهد رأي الوطني أو الدولي. تقريبا الحكومة فشلت في كثير من القضايا، احتجاجات المواطنين زادت، الشكوك زادت أيضا في مصداقية هذا العمل الانتخابي، وبالتالي أن السلطة كانت يعني تلعب على كثير من الأوراق، منها ورقة الأمازيغية بيظهر جماعة الانفصاليين لفرحات المهني في شوارع باريس وأيضا في الجزائر إلى غدك، وأيضا أعطى صورة على أن ربما الوضع السياسي في الجزائر جد مربك، وأيضا تخويف الناس بأن البلد هو الآن في وضع خطر وأن المستهدف من قوى خارجية إلى غدك، وهذا كله من أجل تغطية صراحة على هذا الفشل، وأيضا لأن مش موجود صراحة رؤية واستراتيجية لدى من يحكم هذا البلاد. نعم. دكتور إسماعيل، في سياق الحملة الانتخابية الجزائرية والتي تحدثت الآن وربطتها بما يجري في العالم وحتى في نظرة أمريكا لما يجري في الجزائر، نتحدث عن ما هو أقرب من أمريكا، عن فرنسا التي تتبادل تاريخ وعلاقات مشتركة مع الجزائر. إيمانويل ماكرون 39 سنة في سباق للحصول على رئاسة الجمهورية الفرنسية بانتخابات حرة ونزيهة. كيف ستنعكس هذه النتائج على مستقبل تسيير النظام في الجزائر ونحن نعرف انعكاس العلاقات الجزائرية الفرنسية في هذا السياق؟ أولا أنا علقت سبق في كثير من القنوات حول ربما احتمال فوز هذا الشاب الياسع الذي دخل العالم السياسة منذ سنتين فقط، أقصد إيمانويل ماكرون وأيضا حتى ماري لوبان ليست بالعجوز، هي لم تتجاوز الأربعة وأربعين سنة إلى ذلك، وبالتالي أن إحنا أمام جيل جديد من السياسيين في فرنسا يعطي انطباع بأن هذا البلد الديمقراطي، البلد الاقتصادي المتطور، والبلد أيضا الذي صراحة يقدم دائما رؤى بالنسبة لكثير من القضايا بالنسبة للجانب الممارسة السياسية والديمقراطية، هو في تطور
المقابل نرى بأن هناك صراحة طغمة حاكمة وأيضا مافيا حقيقية تحكم الجزائر. العلاقة بين البلدين ليست علاقة ندية، هناك دولة اسمها الدولة الفرنسية، في المقابل ليس هناك دولة في الجزائر، ليست هناك سلطة، هناك جماعة تستولي على الحكم، وهناك جماعة الآن هي تقريبا تحتكر القرار السياسي بدون أن يكون لديها شرعية ولا حتى تفويض من الشعب، لأنه مستبعد من كل العملية السياسية وحتى من المشاركة في ما يسمى بهذه الانتخابات التي صارت تقريبا كلها بو فيها أكسجين بالنسبة للنظام لكي يستمر إلى غد. وبالتالي أنا أتصور أن العلاقة في حال ما إذا وصل ماكرون لكرسي الرئاسة، وهذا الاحتمال الأكبر في الإليزي، لا أتصور أن تكون علاقة ندية، ستتواصل علاقة المومس بالرجل الذي يغازلها من أجل مصالحه، لأن حتى العلاقة الزوجية التي توصف بين الجزائر وفرنسا أعتقد أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا ليست علاقة شرعية، لأن تقريبا فرنسا ترفض أن تكون هناك علاقات ندية، وهذا من حقها بالمناسبة. أنا لا 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 أجلد الفرنسيين والسياسة الفرنسية، لأن العلاقات الدولية علاقة حب أستاذ عبد السميع، هي علاقة مصالح. وفي المقابل هناك تقريبا ناس مرتبطين روحيا بالمتروبول الفرنسي، لا يرفضون تماما صراحة أن تكون هناك تقريبا دولة في الجزائر مبنية على مؤسسات إلى غدك تستطيع أن تنازل في علاقات اقتصادية واستراتيجية أي قوة إقليمية أو دولية. وبالتالي أن الانتخابات الرئاسية أعتقد أنها قدمت نوعا ما درسا موجعا لجماعة الحكم في الجزائر، لأن شاب الآن عمره 39 سنة تخرج من الجامعة سنة 2004 سيصير رئيسا بعد 10 أيام. نعم. مقابل هناك عواجيز يحكمون بلد 75% شعب، ويرفضون حتى أنهم يعترفون بأنهم كانوا سبب بلاء هذا البلد لمدة 60 سنة. شكرا أستاذ الدكتور الخبير الاستراتيجي إسماعيل معراف، كنت معنا من الجزائر، ناقشت معنا ملف الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح. ولجديد الاطلاع على جديد الصحف الفرنسية الصادرة صباحا، معي في الاستوديو فتحي الهيوي. فتحي مرحبا بك. أهلا وسهلا عبد السميع. فتحي، ما جديد الصحف الفرنسية الصادرة هذا الصباح؟ ولعل نتائج الانتخابات الأولية هي الأبرز هذا الصباح في الصحف الفرنسية عامة. نعم عبد السميع، طبعا نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية هي الحدث الأبرز ربما فرنسيا وربما حتى عالميا، فهي حديث الجميع هنا. إذا أهلا بمشاهدينا الكرام إلى أبرز عناوين الصحافة الفرنسية لهذا اليوم، ونستهل جولتنا بجريدة ليبراسيون التي عنونت صدر صفحتها الأولى لن تستسلم أبدا، في إشارة إلى ماري لوبان عادت فيه إلى نتائج الدور الأول من الرئاسية الفرنسية التي أفرزت ماكرون ولوبان إلى الدور الثاني، وبينت وضعية لوبان الحالية أمام ماكرون الذي يرى نفسه رئيسا في حين يرفض شق كبير من اليسار الاختيار بعد، وهي عوامل تجعل حظوظ لوبان جدية هذه المرة أمام تاريخ الحملة المناهضة لها خلافا لما وقع سنة 2002 مع والدها حينذاك. وفي شأن على علاقة بالرئاسية دائما، عنونت صمت ميلونشون بخصوص الجبهة الوطنية، غضب أم ديمقراطية أم خطأ؟ رجعت فيها إلى تصريح جون ليك ميلونشون يوم الأحد الفارط مباشرة بعد صدور نتائج الانتخابات، حيث رفض التموقع في الدور الثاني قبل أخذ رأي مناصريه، وهو ما أحدث حالة غضب كبيرة خاصة لدى أنصار الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي اللذان كان ينتظران مساندته لماكرون أمام لوبان. نتحول الآن إلى جريدة لفيغارو التي عنونت صفحتها الأولى ب موجة صدمة ماكرون تضرب اليمين واليسار، حيث ذكرت أنه في الوقت الذي يتهيأ فيه ماكرون لمواصلة حملته استعدادا للدور الثاني الذي سيجمعه مع ماري لوبان، بدأت المشاكل تدب لدى اليمين واليسار على حد سواء، حيث انشغل الاشتراكيون والجمهوريون كل من طرفه في تقييم سبب الهزيمة التي ستؤثر قطعا على هذين الحزبين العريقين. وفي موضوع ثاني عنوت كيف تحول انتصار فيون المؤكد إلى هزيمة فادحة، تطرقت فيها إلى مشوار فيون خلال هذه الحملة الانتخابية، وخاصة بعد فوزه الكاسح في الدور الأول لانتخابات الجمهوريين مما جعله من أهم المراهنين على الفوز، إلا أن الثلاثة أشهر الأخيرة غيرت الصورة بالكامل ليمنى في الأخير بهزيمة قاسية منذ الدور الأول، وهي سابقة لليمين في العقود الأخيرة.
نختتم جولتنا لهذا اليوم بجريدة لو باريزيان التي عنونت صفحتها الأولى ب لا النتيجة لم تحسن بعد. بينت فيه أنه بالرغم من كل عمليات سبب الآراء التي تضع ماكرون في المقدمة إلا أن النتيجة لم تحسن بعد، وكل شيء وارد أسبوعان قبل الدور الثاني، خاصة في ظل انشغال الجمهوريين والاشتراكيين بالاستعداد للتشريعات القادمة، وتبقى المناظرة التي ستجمع الطرفين يوم 3 مايو المقبل المعطى الذي قد يؤثر على النتائج المقبلة. كانت هذه عبد السميع أبرز عناوين الصحافة الفرنسية لهذا اليوم. فتحي، في الحقيقة بغض النظر على ما أسفرت عليه النتائج الأولية للانتخابات أو أقول الانتخابات الأولية للدور الأول للرئاسيات الفرنسية، فمنذ بداية الحملة الانتخابية توقع الكثيرون جدا من الفرنسيين ومن المحللين حتى الأجانب كون إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الدور الثاني، يعني لم يشكل هذا الأمر مفاجأة إطلاقا، لا للفرنسيين ولا للصحف الفرنسية ولا حتى للمتتبعين من خارج فرنسا. نعم عبد السميع، هو بمتابعتنا طبعا لأحداث الحملة الانتخابية الفرنسية تقريبا منذ 3 أو 4 أشهر، وكلما تقدمت كلما يعني أصبحت عمليات سبر الآراء تقريبا مسترسلة يوميا، فعملية سبر الآراء دائما وضعت ماري لوبان في الدور الأول في المرتبة الأولى وماكرون، ويعني كلاهما ربما يتبادلان الموقع فجعلتهما دائما في المقدمة. يوم الانتخابات طبعا كانت هذه النتيجة في سابقة ربما مصادفة أو لست أدري أن تكون عمليات أو النتائج هي مطابقة لعمليات سبر الآراء، فعملية سبر الآراء في فرنسا لم تخطب بالمرة، فيعني قدمت إيمانويل ماكرون جاء أولا ثم ماري لوبان ثانيا ثم بعد ذلك فرانسوا فيون وجون ليك ميلونشون. ربما المفاجأة هنا هو في صمود فرانسوا فيون أمام كل الهزات التي تعرض لها، حتى أنه يعني ربما كان يفكر في الانسحاب ولكنه أصر ووصل وتحصل على قرابة 20%، يعني ربما كان يزاحم جدا مارين لوبان للمرور إلى الدور الثاني. كذلك المفاجأة الثانية كانت في السعود غير المتوقع إطلاقا لجون ليك ميلونشون الذي كان في السابق ليحصل على 6 أو 7% و12% في أقصى تقدير ليصل هذه المرأة ل 19.5 يعني قرابة 20% هو أيضا ويحل رابعا، فيعني ربما هذه المفاجأة في هذين الشخصين. ولكن في المطلق وفي العموم عملية سبر الآراء لهذه الانتخابات كانت طبعا مطابقة تقريبا بالحرف لنتائج الانتخابات الأولية. شكرا فتحي على هذه القراءة. شكرا لك عبد السميع. نتحول مشاهدينا إلى الاطلاع على جديد الصحفية التونسية مع غفران الحسيني. مرحبا غفران، وما جديد الأخبار في تونس؟ اهلا زميلي عبد السميع، تحيه اليك والى كافه الساده المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافه التونسيه الصادره اليوم بالاحتجاجات التي تعم الجنوب التونسي في ولايه تطاوين، ونبدا بصحيفه المغرب تحت عنوان الاحتجاجات في تطاوين في منحنى تصاعدي، نصب خيام في الكامور وغلق جميع المنافذ امام مرور شاحنات الشركات البتروليه وحجمها. تابعت الصحيفه ان الاحتجاجات المطالبه بتنميه والتشغيل في الشركات البتروليه في ولاية تطاوين وصلت إلى حد نصب الخيام بمفترق منطقة الكامور منذ يوم الأحد المنقضي، وذلك من أجل منع سيارات وشاحنات الشركات البترولية من المرور إلى حقول البترول. وأضافت الصحيفة أن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لولاية تطاوين المحتجة منذ حوالي شهرين بعد غد يبدو أنها ستكون متزامنة مع الإضراب العام بدعوة من المحتجين أنفسهم لا دخل الاتحاد الشغلي في ذلك، فهو وفقط يساند مطالب أهل الجهة وحقهم في التشغيل والتنمية ولم يدعو إلى أي إضراب عام. المطالب الأساسية تتمثل في تخصيص 20% من العائدات البترولية لفائدة الولاية، وأكد أن يوسف الشاهد ستكون الزيارة ميدانية في أولوياتها وتحمل شيئا من التنمية لأهالي الجهة. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق وفي ذات الموضوع الذي يحظى باهتمام واسع، قطع طرقات وحجز شاحنات بترولية تصعيد خطير في تطاوين. تابعت الصحيفة تنفيذ حوالي 2000 محتج من مختلف مناطق ولاية تطاوين ما وصفوه باعتصام الصمود بالمنطقة الحيوية الكامور التي تعتبر المنفذ الرئيسي لسيارات وشاحنات الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء. انطلقت هذه الخطوة التصعيدية منذ صباح أول أمس الأحد، حيث عمد المعتصمون إلى قطع الطريق الجهوية 211 على مستوى الكامور وحتى
حجز عدد من الشاحنات البترولية اعتصام الصمود كما أطلقوا عليها 2000 محتج. وهناك إضراب عام يوم الخميس في اليوم الذي يزور فيه رئيس الحكومة جهة تطوي. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة اليوم، وتحت تساؤل تصدر الصفحة الأولى دراما الحزب الأول لم يحكموا تونس. كتبت الصحيفة أن غاية هؤلاء السياسيون الذين يوجدون في المشهد السياسي اليوم واضحة وجلية، وهي الوصول بتونس إلى وضع يستحيل فيه على أي طرف ممارسة الحكم وتنفيذ السياسات والبرامج، ويستوي فيه العالم بالجاهل والذكي بالغبي والحابل بالنسبة. لسنا في حاجة إلى التدليل على صحة ما نقول، فالجماعات جهرت بعض بالدعوة إلى تعميم الفوضى تحت مسمى الاحتجاج على السياسات الحكومية. قد يكون هذا الأمر عاديا إذ أن دور المعارضة هو التصدي للسياسات الرسمية، ولكن الأمر ليس كذلك، فالمعارضة المقبولة منطقا هي تلك التي تقبل بقوانين اللعبة بعد أن حسمت الانتخابات الرابح الذي يحكم والخاسر الذي يعارض. ختاما صحيفة الصباح وفي عنوان تصدر الصفحة الأولى مخدرات هلوسة جديدة تصنع في تونس، كتبت الصحيفة أن العلاقة بين المجتمعات والمخدرات علاقة قديمة، ولكن لا يوجد تصنيف دولي موحد لهذه المادة، ولكن المتعارف عليه أن منها المنومات ومنها المهلوسات ومنها ما تبعث على النشوة. كميات كبيرة من المخدرات حاولت شبكات منظمة إدخالها إلى البلاد التونسية، بعضها ضبط بالمطار وآخر على الحدود البرية وأخرى بحرا، وقد تفننت تلك الشبكات في إخفاء المخدرات وابتكرت طرقا جديدة غير أن قوات الأمن كانت لها بالمرصاد. مخدرات جديدة أصبحت توجد في الأسواق التونسية، منها ما هو هلوسة وآخر من ما يذهب بالعقل، أصبحت كلها أو تقريبها يصنع في تونس. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني. وليس بعيدا عن تونس نتوجه إلى المغرب ونستطلع مع مراسلنا من المغرب نبيل عبد اللهوي جديد الأخبار في المغرب. مرحبا نبيل. مرحبا بك زميل عبد الحي وبجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم نستهلها بيومية الاتحاد. مجلس جطو يحذر من مخاطر مديونية المؤسسات العمومية التي فاقت 146 مليار درهم. قطارات الخليع تأخرت عن موعدها بنحو 20,000 دقيقة. تشخيص اختلالات صندوق التجهيز الجماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات غياب استراتيجية متكاملة تحكم سير وأداء المقاولات والمؤسسات العمومية بالمغرب. واعتبر التقرير أن هذا القطاع على الرغم من أهميته الحساسة في الديناميكية الاقتصادية للبلاد لم يتطور وفق منظور استراتيجي منسجم ومحدد بالشكل الواضح على مدى المتوسط والبعيد. في ذات اليومية دائما وزارة المغاربة المقيمين بالخارج تبحث في أسباب إقدام مواطن مغربي على إحراق نفسه ببلجيكا، حيث أكدت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنها بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأولية في قضية المواطن المغربي الذي أقدم على إحراق نفسه أمام قصر العدالة بكورتريك في بلجيكا. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنها في تواصل وتتبع دائم مع البعثة الدبلوماسية المغربية والمركز القنصلي للمغرب قصد التدخل لدى السلطات البلجيكية المختصة من أجل البحث عن أسباب هذا الحادث. نتحول إلى يومية الأحداث المغربية. العثماني غاضبا، لم أستجدي القام لدعم البرنامج الحكومي. حيث كشف سعد الدين العثماني في رئيس الحكومة المعين ونفى بشكل قاطع ما تم الترويج له، مضيفا أن اللقاء الذي حضره الأمين العام للطام لم يكن مدعوا له، بل كان اجتماعا عقده رئيس الحكومة مع رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب ومجلس المستشارين للتداول في شأن برمجة مناقشة البرنامج الحكومي وكذا برمجة تقديم مشروع قانونية القانون المالية.
في ذات اليومية دائما اهتمام إعلامي واسع بالعلاقات المغربية الكوبية التي عادت بعد 38 من سنة من القطيعة. فقد احتضرت الصحف الروسية الصادرة في نهاية الأسبوع أن عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الكوبية ستفتح بين البلدين آفاق تعاون وطيدة وواعدة. وأكدت الصحافة الروسية أن إعادة الدفع للعلاقات الثنائية بين الرباط وهافانا بعد 38 سنة من غياب التمثيليات الدبلوماسية بين البلدين ستساهم في بلورة رغبة البلدين المشتركة لتطوير مجالات التعاون. نتحول إلى يومية رسالة الأمة التي بدورها واكبت تقرير مجلس جطو ينشر تقريره السنوي الجديد ويحيل 8 قضايا على وزير العدل، حيث أصدر المجلس الأعلى للحسابات 399 قرارا قضائيا يتعلق بمادة التدقيق والبث في الحسابات و25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة 8 قضايا تتعلق بأفعال قد توجب عقوبة جنائية على وزير العدل. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية الحركة، أول احتكاك بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية. فهذه الأخيرة تعارض توجه رئيس الحكومة بشأن إصلاح مدونة الشغل، وفي الوقت الذي دعت فيه إلى إرساء مقاربة جديدة ترتكز على التشاور أعربت النقابات عن تفاجئها بهذا الإعلان دون أن تتم استشارتها مسبقا، وتطالب أيضا بسحب مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب المودع بالبرلمان دون إشراكها في إعدادها. كان هذا تقريبا زميلي عبد السميع أهم وأبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. شكرا نبيل. ننتقل إلى فقرة الكاريكاتير. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.